أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حضرموت معكم، ونحن هنا نغطي لكم على هامش مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة. هذا المعرض الذي يجمع المؤسسات والمنظمات المحلية وأيضا الشركات، وهناك أيضا في زوايا هذا المعرض هناك معرض تراثي ومعرض للرسم الحر. هذا المعرض الذي يأتي كما أسلفنا على هامش مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة الذي تشهده مدينة المكلا هذه الأيام من 20 وحتى 23 من الشهر الجاري. هذا المؤتمر الذي جمع كل أطياف الشباب اليمني من مختلف مشاربهم لأول مرة على مستوى محافظات الجمهورية يؤكد أن مدينة المكلا هي مدينة السلام، فكونوا معنا في هذه التغطية. نحن هنا نتجول في طريق السلام تحديدا، ونبدأ أولى الأركان في هذا المعرض الذي تعرض هنا المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية أيضا في هذا المعرض، في هذا المعرض الذي يؤدي إلى التشبيك أيضا بين المؤسسات المختلفة هنا التي تعرض برامجها المختلفة والتي تجسد روح السلام. ونحن هنا تحديدا في طريق السلام بمنصة، ممكن نتعرف على الركن، هو ركن جميل صراحة، ونحن مررنا من طريق السلام ونود أن نتعرف على صفحة طريق السلام. صفحة طريق السلام هي صفحة أطلقتها منصتي 30 في 20 يناير الماضي. طريق السلام هي صفحة معنية بالأزمة اليمنية، تتناول قضايا الأزمة من منظورين. الأول يتعلق بكيف يرى الشباب الأزمة، الآثار اللي مستهم إلى آخره، يعني ننقل صوت الشارع تحت ظل هذه الأزمة. من جهة ثانية نحن مهتمين بتوعية الشباب فيما يتعلق بالمسار السياسي، دهاليز السياسة إلى آخره. معنا محتوى يتعلق بالمفاوضات، محتوى يتعلق بقرارات مجلس الأمن إلى آخره، لكن أهم محتوى نحن نقدمه الاستبيانات. نحن نقدم استبيانات نصف شهرية، الهدف منه نحن نجمع معلومات عن آراء الشباب ومواقفهم عشان بعد كده نعكسها ونقول للعالم الشباب اليمني يريد، الشباب اليمني يقول. في هذا الركن نحن قدمنا مجموعة من العينات عن المحتوى اللي نقدمه. زي ما تلاحظوا في معنا محتوى مرئي، نحن نقدم فيديوهات، نقدم كريكاتير، نقدم استبيانات، ونقدم محتوى مقروء. فأتمنى جدا أنكم تزوروا منصتي 30.com وتشاركوا في الاستبيانات. منصة 30 كانت متميزة أيضا في جانب التفاوض والتناظر، وكنتم من المنصات المبادرة في هذا الجانب، خصوصا في ظل هذا الصراع المحتدم الذي تعيشه بلادنا اليمن. واليوم مدينة المكلا هي المدينة التي بادرت وتستحق لقب مدينة السلام اليمني. كيف يساعدكم هذا المؤتمر على تحقيق أبرز أهدافكم التي تطمحون لتحقيقها؟ المؤتمر مهم جدا من ناحية أنه يتيح مساحة للشباب، يدربهم، يمكنهم من الانخراط، خلينا نقول، في الفضاء السياسي، يمكنهم من المناقشة الجادة، اتخاذ القرارات، التفاوض إلى آخره. وهذه من ضمن أهداف منصة 30، نحن نحاول نتيح مساحة حرة للشباب، ننقل آرائهم، نأهلهم ونمكنهم أنهم يشاركوا في الفضاء العام. بالتالي في هذه الأهداف العامة احنا تقاطعت منصة 30 وتوجهاتها مع المؤتمر، وشفنا انه بيكون جميل جدا نحن نشارك، نجي نشوف الشباب ونعرفهم عن منصة 30، نتعرف على آرائهم وانطباعاتهم عن المنصة. وكنا مبسوطين جدا نحن نتعرف على الشباب في المكلا ونلتقي فيهم ونسمع عنهم، وبنكون مسرورين جدا لو جمهورنا في المكلا يتوسع ونحن نتعرف عليهم اكثر ونعمل مشاريع اكثر هنا. شكرا لك على هذا التعريف الضافي، ونحن سررنا ان نكون متواجدين معكم في هذا الركن. وصراحة عجبتني فكرة طريق السلام، ونحن هنا اليوم لا لغة إلا لغة السلام هنا تجسد في مدينة المكلا خلال هذين اليومين. فعلا فعلا، شكرا للزيارة، شكرا للاهتمام بالمنصة. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، نحن هنا زرنا منصة 30، وهي أحد المنصات المتفاعلة في جانب السلام والتفاوض ونشر أفكار الشباب اليمني إلى العالم أجمع. سنكون معكم متواصلين في هذه التغطية لنتعرف على كافة الأركان هنا في هذا المعرض الذي يأتي على هامش مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة.
هنا نحن في الركن الثاني من المعرض الذي يأتي على هامش مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة وتنمية ترسم المستقبل، هو هتاف مؤسسة العون للتنمية، وهي أحد المؤسسات والمنظمات المحلية المعروفة والتي تعمل في الجانب الإنساني والتنموي. هنا سنتعرف على أركان هذا المعرض من مؤسسة العون للتنمية. أهلا بكم في هذا التغطية وهذا الحلقة من حضرموت معكم. اهلا وسهلا في جناح مؤسسه العون في المعرض المرافق اللي انا انطلقت من هتافكم تنميه ترسم المستقبل. العون متى ستصل الى المستقبل المرسوم؟ اعتقد العون كل يوم نمضي فيه هو المستقبل الذي نشكله، مستقبل نشكله لبلادنا، لمجتمعاتنا، لاولادنا. المستقبل هي اللحظه اللي نعيشها ونساهم في تاسيسها واحداث فارق في حياه الناس. المستقبل هو المستقبل نمنحه للاخرين، هو الامل. والعون من عام 2006 شهر مارس هي تصنع المستقبل كل يوم وتجدد المستقبل. هذا هو شعارنا ورؤيتنا، هي الريادة في المنح للتنمية المستدامة. تخصصنا في التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية حياة الناس، والمجال الذي نعمل فيه بشكل رئيسي هو مجال التعليم، لأنه هذا هو المجال الذي نؤمن فيه إيمانا حقيقيا بأنه هو يشكل المستقبل الذي يليق بأولادنا وبالأجيال القادمة لحضرموت. طبعا اليوم المؤتمر بكامله يجسد أن اليمن ليست بحاجة إلى دعم إنساني فقط، وإنما بحاجة إلى دعم تنموي، لأنه في ظل هذا الحرب وظل هذا الصراع، وانطلاقا من المثل الصيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد، أنتم في مؤسسة العون كيف ترون هذا المؤتمر سيجسد أيضا روح السلام ويشجع الشباب لفتح آفاق فرص جديدة؟ وأيضا هنا نرى هذا التلاقح بين المؤسسات المشاركة، هل هناك حصل بينكم وبين أحد المؤسسات أي تبادل، سواء معلوماتي أي تبادل سيكون في المستقبل مثلا بمشاريع ستخدم اليمن وكافة المحافظات اليمنية، خصوصا أن المؤتمر جمع كل أطياف الشباب اليمني دون تمييز لا مناطقي ولا عنصري ولا أيضا تمييز اتجاهات أو سياسات، وإنما الكل اجتمع لأجل اليمن، والكل يعني صرح بأنه كفى حرب، واليوم يجب أن يكون الكل يتحدث باسم لغة السلام ولغة الحوار ونبدأ الصراع ونبدأ التطرف. أنتم في مؤسسة العون للتنمية كيف يمكن أن يساعدكم هذا المؤتمر بتحقيق العديد من البرامج والمشاريع التي تنفذونها خصوصا في الجانب التنموي؟ طبعا مؤسسة العون من ضمن الرعاة الرئيسيين لهذا المؤتمر، وكان رعايتنا لهذا المؤتمر إيمانا منا بأنه يشكل منصة فعلية للمؤسسات وللأفراد، وأتكلم على الأفراد الواعيين، كيف هذا يشكل منصة للتزاوج الفكري، منصة لبناء القدرات، منصة لإعداد كوادر وإعداد مواهب وإعداد قيادات قادرة على النهوض بالوطن. نحن نؤمن في مؤسسة العون بأنه لا يوجد حل في ظل الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن، هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم. الحل والمخرج الوحيد هو في التنمية، والرافعة الحقيقية والذكية للتنمية هو الإنسان. ولذلك توجهنا في مؤسسة العون اتجاه من التنمية الصلبة إلى التنمية الناعمة، وهي التنمية المستندة إلى الإنسان. ولذلك في مؤسسة العون انتهجنا 3 مسارات رئيسية للتنمية، هي مسار التعليم ونخصص له في العون 70% من موازنتنا، ومسار تمكين مؤسسات القطاع الثالث، ومسار المساعدات والطوارئ. هذا إيمانا بنا بأن هذا الحل الوحيد للتنمية. جميع المؤسسات المشاركة أو المؤسسات المرشحة لأفرادها هي مؤسسات تشتغل في التنمية. اليمن تحتاج لا توقع يعني كفة عن الحرب، تتوقف الحرب، ولكن لا خيار لهذا، لأنه إرادة الإنسان. لا نستطيع إيقاف الحرب أو إيقاف العبث أو إيقاف نزيف الموارد إلا بتشكيل رافعة بشرية قادرة على إيقاف النزيف، رافعة بشرية قادرة على إحداث الفارق. وهذا همنا الرئيسي في مؤسسة العون، إننا نستطيع بناء مجتمعات قوية متينة مصونة قادرة على تأمين حياة كريمة لجميع البشر. وكذلك الشكر لجميع المؤسسات المشاركة المؤسسات الشريكة التي آمنا بنفس المنهج، ولكن نختلف في وسائلنا، نختلف في أدواتنا.
إذن مشاهدينا الكرام، نحن هنا كنا في هذا ركن العون، مؤسسة العون للتنمية، وهي مؤسسة غنية عن التعريف، وهذا الركن يختصر عمل المؤسسة في المجال التعليمي كما تحدث هنا ممثل المؤسسة. إذن نحن هنا ما زلنا نتجول معكم في زوايا هذا المعرض الثقافي والمؤسساتي الذي يأتي على هامش مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة، والتي تنظمه مؤسسة عدالة للتنمية في مدينة المكلا. نحن هنا في عالم مؤسسة صلة للتنمية، إن صح التعبير، لنتعرف على أبرز البرامج. ومؤسسة صلة غنية على التعريف صراحة في جانب الإسهام المجتمعي، ممكن تعطينا نبذة مختصرة عن عملكم التنموي، خصوصا ونحن هنا الجميع يعيش جو السلام، ودوركم أنتم أيضا في نشر هذه اللغة التي اليوم العالم كله يطالب بتجسيدها في ظل هذا الصراع وهذه الحروب، ليعيش الجميع بسلام. اهلا وسهلا بك، سعداء بكم قناه حضرموت الفضائيه. طبعا هنا في هذا الركن نحن اليوم مشاركين في هذا المؤتمر، مؤتمر محاكاه الامم المتحده الذي تنفذه مؤسسه عداله التنميه القانونيه. حقيقه نحن مؤسسه صله مؤسسه انسانيه مانحه تعمل في 7 قطاعات، من قطاعات اهداف التنميه المستدامه هو قطاع الصحه والمياه والاصلاح البيئي، وقطاع التمكين والتعليم والامن الغذائي والحمايه، وقطاع الإيواء أيضا. لنا تدخلات جدا كثيرة في موضوع الأمن الغذائي، في مجال السلة الغذائية، أيضا في مجال التمكين عندنا برنامج اسمه برنامج مهنتي بين يدي، لو تقرب عنده. دربنا طبعا فيه 505 مستفيد ومستفيدة في 6 محافظات يمنية. طبعا في 2020 تدخلنا في أكثر من 20 محافظة يمنية، نطاق عملنا طبعا على مستوى الجمهورية اليمنية. أيضا لدينا في الجانب الصحي مستشفى بابكر الخيري، أيضا عندنا برنامج ومن أحيا، هذا البرنامج الذي يقدم إيش خدمات صحية، تذاكر سفر، علاجات، تقديم أيضا كلفة عمليات. أيضا عندنا في الجانب التعليم عندنا برنامج اسمه برنامج يسر، يقدم مساعدات مقطوعة للطلاب. عندنا أيضا تأهيل لقاعات في جامعة سيئون، في عدن، في حضرموت، أيضا جامعة حضرموت في المكلا. عندنا أيضا مجال الطاقة الشمسية، حصلنا طبعا على جائزة أجفنت المركز الأول عالميا، جائزة الأمير خلال الدولية أجفنت في مجال الطاقة الشمسية، أنظمة الطاقة الشمسية في مياه الآبار. حصلنا أيضا على شهادة شكر من الاتحاد العربي للعمل التطوعي لمساهمتنا في العمل التطوعي في اليمن بشكل عام خلال عام 2020. أنتم يعني في صلة، هل تركزون على الجانب الإنساني أم التنموي؟ يعني هل تؤمنون أن اليمن بحاجة إلى مشاريع إنسانية أم بحاجة إلى مشاريع تنموية تحديدا؟ نحن طبعا جمعنا بين الاثنين، جمعنا بين العمل الإنساني والعمل التنموي، جمعنا بين العمل الإنساني في خلال هذه 7 القطاعات، وأيضا في الجانب التنموي من خلال التمكين والتدريب والتمويل. أيضا برنامج مهنتي هذا يهتم بعملية يعني حتى في الجانب الاقتصادي، تعزيز الاقتصاد، وعملنا أيضا مع جانب أيضا دعم المرأة وتمكين المرأة حتى في برامج التعليم، أيضا برامج عندنا موجودة في الوادي، تعليم المرأة الريفية في الجانب الصحي وفي الجانب التعليمي. أيضا في الجانب التمكين قلنا مهنتي 505 مستفيد شاب وشابة، قمنا بعملية تدريبهم بالجانب الريادي وأيضا في الجانب المهني، ومن ثم التمويل، تمويل المشاريع. فلما ندرب المستفيد يحصل أيضا على جانب تمويل بمبلغ قرض أبيض يقدر على إقامة مشروعه الصغير. طيب نعم، نحن هنا الجو كله جو سلام، يعني خصوصا المشاركين هنا من المؤسسات، هناك مؤسسات مانحة وأنتم أحد هذه المؤسسات، يعني هل طرأت يعني لكم فكرة بأن تشتركوا مع المؤسسات هنا الشريكة معكم في هذا المعرض، لمثلا تنظموا برنامج يتحدث عن السلام، أيضا تعطوا فكرة للشباب عن أهمية الحوار، أهمية التفاوض، أهمية الدفاع عن المنطق، ولكن دون الهجوم على الآخر، حتى نجسد فعلا رؤية هذا المؤتمر في تحقيق السلام اليمني بين أطياف الشباب؟ طبعا بالفعل نحن مشاركتنا اليوم دليل واضح على إيماننا بهذه الفكرة وهذا المؤتمر، وأن هذه اللغة، لغة الحوار، لابد أن تكون موجودة
وأنه إن شاء الله تتحقق النجاح لهذه الفكرة ويكون في هناك حوارات بناءة حتى نخرج من هذا المؤتمر بصورة مشرقة واضحة، لأن الشباب اليوم مرتكز عليهم كل شيء، والشباب اليوم مجيئهم إلى هذا المكان لابد أن يكون المخرج يعني بالحجم التعب والتنظيم الكبير الذي قيمة فيه. نحن مشاركين في العديد من المجالات وعديد من المشاركات في موضوع السلام، آخرها في موضوع المرأة الحضرمية مثالا للسلام الذي أقيم مع اللجنة الوطنية للمرأة في المعهد أو في المعرض الوطني أو المسرح الوطني بالأصح، فمشاركات لنا كثيرة ولا مانع من إقامة مثل هذه الفعاليات التي تدعو لهذا الموضوع البناء. بالنسبة لنا أنه هذا لنا هدف أيضا لنا في المؤسسة حتى نتمكن بإذن الله من صنع هذا الموضوع وهذا السلام الذي يكون بإذن الله يسل أعمالنا، لأن أعمالنا تحتاج إلى موضوع السلام. نلاقي صعوبة كبيرة في الدخول لعدد من المحافظات بسبب النزاعات بسبب الحروب، حتى بعض الأماكن وبعض الأسر المحتاجين ينحرموا من موضوع تقديم المساعدات الإغاثية أو حتى التنموية والتدريب والتمكين. فالسلام يحتاج كل إنسان، كل إنسان ما بالك بمؤسسة صلة أو غير مؤسسة صلة. شكرا لك على هذا التعريف. الله يحفظك معك إن شاء الله. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، نحن هنا تعرفنا على ركن مؤسسة صلة وهي من المؤسسات المتفاعلة في المساهمة المجتمعية في الجانبين الإنساني والتنموي، ونحن هنا على هامش هذا المؤتمر الذي يتحدث اليوم بلغة السلام لنؤكد أن مدينة المكلا هي مدينة السلام اليمني، ووجود اليوم 100 وفد مشارك من مختلف محافظات الجمهورية يؤكد هذه الدعوة وهذه الرؤية لأن تكون مدينة المكلا هي عنوان للسلام اليمني، وأن تنتهي هذه الحرب إلى مطافها ونعيش جميع اليمنيين اليوم يعيشون بسلام دائم في ظل أرض واحدة وقيادة واحدة. مشاهدينا الكرام، نحن هنا على هامش مؤتمر محاكاة النموذج الأمم المتحدة في هذا المعرض الثقافي والمؤسسات، هنا يتواجد الحضور والمشاركون أيضا، ومعنا هنا مشاركة من محافظة تعز، نتعرف على اسمك. اسمي مها علي وأنا ممثلة لوفد قطر. أهلا بك يا أخت مها، كيف رأيتي مدينة المكلا؟ هل هي الزيارة الأولى لك لمحافظة حضرموت تحديدا؟ نعم، هي زيارتي الأولى إلى هذه المحافظة الجميلة، والانطباع الأول عن هذه المدينة الجميلة بأنها جميلة بناسها. هذه المدينة حتى حين تنزل إلى الشارع تتعرف على الطبيعة الحضرمية الجميلة، الناس هنا بسطاء يتعاملون معك بكل رقي بعيدا عن الحواجز أو ما يروج حتى من أن هناك ربما تكون تعاملات مناطقية أو عنصرية. نحن لمسنا كل الحب من الناس هنا في مدينة حضرموت، تجد الجميع كبارهم وصغارهم وأطفالهم ناس بسيطين يحبوا السلام، ينشدوا أيضا حتى أن يكون السلام هو المستقبل القريب لهذه البلد. نعم، وجودكم جميعا من مختلف مشاربكم وتوجهاتكم أيضا مناطقكم في هذه المدينة يؤكد أن مدينة المكلا هي مدينة السلام اليمني في ظل هذا الصراع المحتدم الذي طال لأكثر من 5 سنوات أو أكثر. في هذا المؤتمر يعني كيف يمكن أن ينعكس هذا المؤتمر، مشاركتك في هذا المؤتمر إيجابيا على شخصك، على روح السلام، على نبذ الصراع في محافظة تعز؟ كما تعلم أن هذا البرنامج هو يعتبر محاكاة لبرنامج الأمم المتحدة ويقام كل مرة في دولة، هذه المرة كان من حسن حظ اليمن هذا البلد الذي يشهد صراعا مدمرا منذ 6 سنوات أن يحظى بهذه الفرصة. أنا ومئة وفد من مختلف المحافظات اليمنية استطعنا أن نوجد أن الاختلاف في الثقافات وأنه مهما أتينا من أي محافظات لابد أن تكون رسالتنا واحدة، وكما تعلم هي رسالة السلام. بالنسبة للكثير من المهارات التي اكتسبناها خلال هذا المؤتمر، مهارة التفاوض، مهارة تشبيك أيضا مع أصدقائنا، الآن لدي أصدقاء كثير هنا في مدينة حضرموت، أيضا بقية المحافظات حتى من جزيرة سقطرى التي نحن بعيدين جدا عنها، فهذا بالتأكيد سينعكس على أيضا تعزيز مبدأ التعايش. أنت الآن توجد داخل منطقة فيها أكثر من ثقافة وأكثر من توجه، فالتعايش وقبول الرأي الآخر هو الذي سينعكس فعلا علينا كيف يمكن أيضا في المستقبل حين نواجه وجهات نظر مختلفة أن نتقبلها ونتعايش معها وتكون أو نجتمع للمّ رسالة السلام لتكون واحدة باسم اليمن.
كيف كان جو التفاوض والتناظر داخل قاعة الأمم المتحدة المحاكاة داخل هذه الفعالية أو هذا الحدث؟ كان تفاوض رائع جدا، فيه الكثير من الحماس والتفاعل، تفنيد وتفنيد التفنيد، تفتحت في لدينا أفق واسعة للبحث لكتابة الأدلة أو استخراجها أو استخلاصها، فكانت تنافسية مميزة فيها أيضا الكثير من روح التعاون، لم تكن تنافسية بغرض الكسب أو الخسارة وإنما بغرض إيضاح الحقيقة. شكرا لك. شكرا. ما زلنا هنا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في تغطية برنامج حضرموت معكم، ونلتقي هنا بالوفود المشاركة من مختلف محافظات الجمهورية. هنا معنا أحد المشاركين من محافظة ريمة، نتعرف على اسمك. يعقوب الحسني من محافظة ريمة، أحد المشاركين في مؤتمر MUN. بالحقيقة أنا سعيد جدا أن أتيحت لي الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر، لما يمثل بالنسبة لي من أهمية علمية ومهنية أضافت لي الكثير جدا، وخاصة وأنني في فرصة تحاكي أهم سلطة في العالم وهي منظمة الأمم المتحدة. مستقبلا هو يعني عشت من خلاله حلم أسعى إلى تحقيقه من خلال ارتباطي بعمل المنظمة الإنسانية عبر المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية والمنظمات الدولية. سعادتي لا توصف بهذه المشاركة. أقدم كل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر بحكم أنهم أسسوا لمؤتمر MUN، يعني واحد تلو الآخر إن شاء الله هذا يكون الأساس. والأجمل من هذا كله أنه كان في مدينة السلام، المدينة الأكثر سلاما في البلد كله، يعني مدينة المكلا هي تمثل حاليا في ظل الحرب من أجمل المدن، سلام وتعايش وإخاء ومحبة. أكرر شكري للقائمين على العمل بدءا من مؤسسة عدالة للتنمية القانونية وانتهاءا بكل المشاركين والداعمين في هذا المؤتمر. سعادتي لا توصف وكلمات الشكر قليلة في حق كل القائمين على هذا المؤتمر. شكرا. شكرا لك. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، نحن هنا في مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، أمل ونعود بالله من هذا المرض الخبيث وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل، ونرجو لهذه المؤسسة كل التوفيق في نشر التوعية ضد أمراض السرطان بمختلف أنواعها. نحن هنا جئنا لنتعرف على برامج هذه المؤسسة التي تحاول أن تنشر الأمل لمرضى السرطان وأيضا أن توعي من هذا المرض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن هنا في مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، رؤيتنا التي سارت عليها المؤسسة منذ نشأتها هي الريادة في مكافحة السرطان ورعاية مرضاه. طبعا نحن اليوم هنا نواكب ما قام به المؤتمر، هي مؤتمر المحاكاة للأمم المتحدة الذي يهدف إلى الرقي والطموح بالشباب، فنحن هنا نوعي أكثر حول الأشياء التي تخص الشباب من الغات والتبغ وما إلى ذلك وما تؤثر عليه وما تؤدي إليه هذه من عواقب وخيمة مثل السرطان. طبعا أهداف المؤسسة أهداف كبيرة وكثيرة، منها مساعدة مريض السرطان ماديا ومعنويا. هناك خدمات تقدمها المؤسسة، خدمات كثيرة من ضمنها الأدوية العلاجية، أدوية السرطان التي تكلف المريض مبالغ باهظة وتوفر مجانا. كذلك عندنا منح السفر للخارج، العلاج الإشعاعي والأشعة وما إلى ذلك، وكذلك يوجد سكن أمل الخيري. سكن أمل الخيري هذا الذي يوفر للمرضى الذي يجون من خارج المحافظة ويعملون في ويقومون باستخدام الجرعات العلاجية الكيماوية، ومن ثم لا يجدون لهم ملجأ في هذا السكن خاص بهم.
أيضا الشباب عندما يتعاطون هذه السلوكيات الخاطئة من الممارسات سواء الطبق أو القات بعض الأحيان يتجهون إلى يعني سلوكيات أيضا خاطئة ويتجهون إلى جماعات متطرفة وإرهابية، وهذا ينعكس تماما مع توجه هذا المؤتمر. أنتم في مكافحة السرطان دوركم في هذا الجانب، في هذه التوعية، أنشطتكم المختلفة التي تقومون بها للتوعية من أمراض مكافحة السرطان وأيضا مسبباتها، وأن ما ينتج عن تعاطي هؤلاء الشباب لمثل هذه الممارسات. طبعا نحن في المؤسسة لدينا برامج خاصة بهذا الشيء، لدينا مبادرات وتوعيات، وشهريا تقام من 4 إلى 5 محاضرات توعوية ومبادرات خاصة بهذا الجانب. فنقوم بزيارات مكثفة إلى الثانويات وإلى السكنات الطلاب، نستهدف الشباب بشكل خاص لما لذلك يعني لأنه الموضوع يخصهم بشكل مباشر، فنستهدفهم من خلال الحملات التوعوية والمبادرات التطوعية ومن إقامة المحاضرات وما إلى ذلك. ومشاهدينا الكرام، غابت هنا شمس المكلا، والسلام ما زال مجسد في هذه المدينة، مدينة المكلا عروس البحر العربي. ومن مكافحة السرطان حضرموت أمل ننتقل إلى ركن آخر من أركان هذا المعرض الثقافي والمؤسساتي الذي يأتي على هامش مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة. مشاهدينا الكرام، نحن في هذا الركن المميز من أركان المعرض الذي يأتي على هامش المؤتمر الذي تشهده مدينة المكلا، ركن مؤسسة حضرموت وهي الراعي الرئيسي لهذا المؤتمر الذي يستمر طيلة 3 أيام. أنتم كرعاة رئيسيين لمؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة، كيف يمكن لهذا المؤتمر أن يحقق بعض من توجهاتكم في المؤسسة خصوصا في مجال تمكين الشباب؟ حقيقة أولا أنا أشكر قناة حضرموت على تغطية هذه الفعالية الكبيرة. لكي يحقق هذا المؤتمر ما نطمح إليه أو حتى يكون في صف توجهاتنا، نظرنا إلى الهدف العام لهذا المؤتمر وهو إعداد وتدريب قادات شابة في المشاركة في صنع القرار وفق نموذج الأمم المتحدة. فهنا فعلا تكمن أهمية هذا المؤتمر في تدريب هؤلاء الشباب وتأهيلهم وتوظيف مهاراتهم، كما أن هذا المؤتمر وهذه الفعالية الكبرى ستلفت نظر المجتمع الدولي لقدرات هؤلاء الشباب للمشاركة في الفعاليات الكبرى، للمشاركة في القضايا العالمية، لبناء وصنع السلام، للتعايش وللمصالحة. فكل هذا يصب في نفس الاتجاه التي تصب فيه أو أهداف مؤسسة حضرموت التنمية البشرية. فنحن نبحث فعلا عن قيادات شابة لها القدرة على التفاوض، لها القدرة على الحديث، لها القدرة على نشر رسالة حقيقية وفعلية بين أوساط الشباب. أنتم كمؤسسة تعليمية ولكم أيضا سجل تاريخي معروف في جانب الابتعاث الخارجي ولكم أعداد هائلة كبيرة في هذا المجال، هل رأيتم أن الإعداد الجامعي لهؤلاء المبتعثين خصوصا ومبتعثينكم في ينطلقون أو ينتشرون في مختلف دول العالم، هل لذلك انعكاسات إيجابية أن هؤلاء الشباب الذين عندما يتخرجون يعودوا إلى أرض الوطن ينشروا هذه الفكرة، فكرة السلام وأيضا التعايش ونبذ التطرف والإرهاب؟ نعم، هناك الكثير من النماذج التي نملكها كمخرجات لمؤسسة حضرموت التنمية البشرية. عندما عادوا إلى الوطن قاموا بكثير من الفعاليات التي تخدم هذا الجانب، فكثير من هذه النماذج أيضا شغلت مناصب عدة في نفس الاتجاه، فمنهم الصحفي الذي نشر التوعية في هذا الجانب، ومنهم أيضا الإعلامي، ومنهم الطبيب والمهندس، وكل شخص في مجاله قام بخدمة وطنه من ناحية نشر السلام، من ناحية نشر ثقافة بين الشباب أنه لابد لنا أن ننهض وننفض الغبار عن الشباب الذي دمره الحروب، فجاء وقت السلام، جاء وقت البناء، جاء وقت العطاء والتطوير والنمو والازدهار.
نعم، من خلال متابعاتنا لمناشة مؤسسة حضرموت، أيضا مؤسسة حضرموت سبقت هذا المؤتمر في أيضا طلابها ومخرجات هذه المؤسسة العريقة في مجال التنمية البشرية. هناك من مخرجات هذه المؤسسة من يمثل الجمهورية اليمنية في طاولة الأمم المتحدة، وهذا أيضا يسجل يعني شرف لمؤسسة حضرموت بأن كانت السباقة، وأيضا اليوم رعايتكم الرئيسية لهذا المؤتمر أيضا تتماشى مع هذه الرؤية. فعلا نحن نفخر بمثل هذه الكوكبة من الشباب، فبمجرد النظر إلى شخصية هذا الشاب قبل ابتعاثه أو قبل تدريبه أو قبل تمكينه، وبعد أن استفاد من برامج مؤسسة حضرموت سواء كانت في ابتعاث أو تدريب أو تمكين أو غيرها من البرامج، فنحن نشعر بالفخر فعلا. فهذه تعتبر تمرة وتعتبر نتاج من نتائج هذه البرامج التي فعلا أن تكون لها أثر ملموس في المؤتمر. فنحن اليوم ننظر إلى كوكبة من الشباب من نتاج مؤسسة حضرموت، وهم يخوضون في هذا المؤتمر، يتحدثون بطلاقة، يتكلمون، وكلهم ثقة في الرسالة التي يوجهونها. لذلك أعتقد أنها أحد مؤشرات النجاح لبرامج مؤسسة حضرموت هو ما يحدث اليوم في هذا المؤتمر. نعم، ولمؤسسة حضرموت أيضا الفخر بأن قادت هذه الدفة في أن تكون راعية رئيسية لهذا المؤتمر الذي جمع طيف الشباب اليمني من مختلف مشاربهم واتجاهاتهم، واللغة التي تجسدت خلال هذه المحاكاة هي لغة السلام والحوار والتفاوض وأيضا بناء المنطق. فعلا مثل ما ذكرت سابقا أخي صالح، أنا أحد أهم وأبرز الأشياء التي نحن ننظر إليها كراعي رئيسي لهذه الفعالية هو تكوين الشخصية القيادية الشابة. نحن نبحث عن هذه الشخصية التي نكاد نقول عليها لا توجد في محافظتنا بالشكل المطلوب، ولكن دعنا نقول أن المحافظة أخذت الآن المسار الصحيح في هذا الجانب. فنحن ننظر اليوم في هذا المؤتمر الكثير من الشباب التي فعلا فعلا نتمنى أن يكونون نموذجا لغيرهم من الشباب في 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 التفكير، في طريقة الطرح، في بناء السلام، في كل هذه الأمور الإيجابية التي المفترض على الشاب الحضرمي أن يتحلى بمثل هذه الصفات. شكرا لكم على هذا التعريف الجميل لهذا الركن الذي صراحة نحن معجبين بهذا الركن، هو ركن متميز من بين الأركان المتواجدة في هذا المعرض. شكرا جزيلا، هذا من ذوقكم أستاذ صالح. فعلا هناك الكثير من المؤسسات هنا، ولكن نحن نبحث دائما عن التميز، وأعتقد أن مؤسسة حضرموت هي أيضا متميزة في 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 مجالها، ونتمنى أيضا أن تحذو المؤسسات الأخرى حذو مؤسسة حضرموت. وبالفعل هناك الكثير من المؤسسات التي تساهم مثل مؤسسة حضرموت، ونتمنى كل خير لهذه المحافظة ووطننا الحبيب. شكرا لك. شكرا لك أستاذ صالح، شكرا جزيلا. لم يخلو معرض محاكاة مؤتمر نموذج الأمم المتحدة من إبداعات الشباب هنا في هذا المعرض الذي يأتي على هامش المؤتمر. هنا معنا الأخت أروى بن طالب مسؤولة النظام في معرض اللوحات الفنية، ونحن نرى هذه اللوحات الجميلة والتي تعبر عن إبداع أصحابها. ممكن نتعرف على زوايا وأركان هذا المعرض؟ طبعا احنا حبينا نعرض اكثر من جانب للفنانات اللي هنا في مختلف المشاركين، وارسلوا لنا بعض الرسومات لهم، تم عرض بعض الرسومات لمجرد العرض، وفي بعضها كانت للبيع، وفي عندنا بعض المصورين كمان شاركوا معانا في تصويرهم في الركن التصوير هنا موجودة، وفيه ركن آخر يعني خاص أنه أي أحد شخص يبغى يجي هنا أنه يرسم بنفسه يشاركنا رسوماته أو يحط بصمته أو اسمه يشاركنا في الموجود هنا.
طبعا هو أن يفرز هؤلاء الشباب إبداعاتهم في هكذا رسومات جميلة أيضا، كيف يمكن أن هذه الرسومات أو هذه المواهب أن تجسد لدينا السلام وأن تحقق هدف المؤتمر العام؟ كل شخص من الرسامين حاب أنه يوضح يعني نقطة من رسوماته، تعبير عن السلام، عن الألم، عن أنواع عن أشياء مختلفة، مشاعر مختلفة، وحبوا أنهم يجسدونها فهذه وأرسلونها لنا نحن نشاركها لهم هنا. شكرا لك. عفوا. مشاهدينا الكرام، حطت بنا رحالنا في هذه الحلقة ونحن نغطي فعاليات مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة وتحديدا المعرض الثقافي والمؤسساتي الذي يأتي على هامش هذا المؤتمر. نحن هنا متواجدون في ركن مؤسسة متطوعون، وهي المؤسسة الأولى المتخصصة في التطوع، وأيضا هو التطوع ينطلق من أيضا من السلام ومن المبادرة. لنتعرف على مجالات عمل المؤسسة. مؤسسة متطوعون مؤسسة غير ربحية، نطاقها الجغرافي ربما محافظة حضرموت ساحل الوادي، والخطة المستقبلية إن شاء الله على مستوى الجمهورية. مؤسسة تهتم بالجانب التطوع، تمكين الشباب، تدريب وتأهيل الشباب، تختص خصوصا في الفرق التطوعية والملتقيات الشبابية، إضافة إلى المنتديات. المؤسسة في رؤيتها التي تنطلق من كل بيت متطوع، كيف يمكن لبرامجكم المختلفة التي يمكن أن تطبقوها خلال هذا العام أو العام المقبل في أن تصل بكم إلى حيث ما تطمحونه في كل بيت متطوع وأيضا في كل مؤسسة عمل تطوع؟ طبعا نحن الآن يعني شغالين على خطة مستقبلية مدة سنة أو سنتين قادمة. طبعا الرؤية في كل بيت متطوع، ربما نحن الآن نريد الشراكة المجتمعية في أعمالنا التطوعية، نريد نشرك المجتمع كامل في الأعمال التطوعية، ونشرك كل المؤسسات سواء كان منظمات المجتمع المدني الربحية والغير ربحية أنهم كيف يعني يتطرقون في جانب التطوع. جانب التطوع ربما يكون مجهول في محافظة حضرموت، وربما يعني لا يوجد جهات أخرى يعني عشان تقوم بالعمل التطوعي. مؤسسة متطوعون ربما المؤسسة الوحيدة على مستوى الجمهورية خاصة بجانب التطوع. الأعمال القادمة إن شاء الله أعمال كبيرة وأعمال تخدم في جانب التطوع ورؤية التطوع وحب التطوع في المجتمع. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق وأن تكونوا فعلا أنتم مساهمون مجتمعيون، خصوصا في يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي، وأيضا انطلاق الشباب من جانب التطوع يعطي لهم دفعة أخرى، وأيضا خصوصا المنظمات الدولية اليوم عندما تتحدث أنك قادم من خلفية تطوعية يتم استقطابك مباشرة وتتحصل على فرصة عمل. بالنسبة للموضوع في جانب التطوع، نحن الآن وقعنا اتفاقيتين مع مؤسسة العون. المشروع الأول هو عبارة عن سلوك أحياء، سلوك أحياء هذا يتكلم في موضوع النظافة. نحن ربما الآن الفترة اللي مرت هذه الأسبوع الماضي عملنا ورشة عمل لبعض الأحياء علشان نريد النظافة تكون مجتمعية، نظافة في الأحياء، نظافة في الدوائر الحكومية. الآن الخطة الثانية بيكون انطلاقة من الدوائر الحكومية والخاصة في جانب العمل التطوعي. المشروع الآخر يتكلم مع مبادرات الجامعية، كيف نشرك الطلاب في المبادرات الجامعية عبر يعني تنفيذ بعض المبادرات التي تخدم في كليات الجامعية، لمس ربما في ثلاث جامعات الآن، جامعة حضرموت وسيئون والقرآن. شكرا لك. شكرا لك. معنا هنا أحد متطوعي مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة، الأخ سالم شاكر حاتم، وأنت أحد المتطوعين في هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة على مستوى محافظات الجمهورية سواء المحررة أو غير المحررة، كيف يمكن لهذا المؤتمر أن يجمع كلمة اليمنيين في هذا الصراع المحتدم الذي طال لأكثر من 5 سنوات؟ أولاً أنه يجتمع شباب من جميع محافظات الجمهورية تحت سقف واحد في مكان واحد، الشباب اللي يعني هم أمل المستقبل، هذه رسالة قوية لكل الأطراف المتنازعة أنه يكفي حرب، أنه تعبنا، أنها بادرة خير للسلام، وخصوصا أنه المؤتمر يحاكي الأمم المتحدة ويحاكي تجربة الأمم المتحدة، فهي رسالة لكل أطراف النزاع، لأنه الموجودين داخل المؤتمر هم كلهم جاءوا ينشدون السلام من محافظات المحررة وغير المحررة، فهي بحد ذاتها هذه رسالة توصل من حضرموت الخير، حضرموت الأمن والأمان، جمعت الجميع، جمعت من صنعاء، من عدن، من تعز، من الضالع، من كل المحافظات تحت سقف واحد في فعالية واحدة،
وهذه بحد ذاتها أنا أعتبرها إنجاز، وأعتبر نفسي كمتطوع فيها فخر أن يعني كنت مشارك في هذا الحدث التاريخي اللي يحدث لأول مرة على مستوى الجمهورية اليمنية. شكرا لك. عفوا، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، وثقنا لكم في هذه الحلقة من حضرموت معكم زوايا وأركان المعرض الذي يأتي على هامش مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة. تعرفنا على مناشط المؤسسات المشاركة، وأيضا تعرفنا على اللوحات الإبداعية التي تجسد روح السلام ولغة السلام الذي يؤكدها هذا المؤتمر الذي تحتضنه مدينة المكلا. وحتى الملتقى هذا هو صالح بن الأسود، يحييكم في أمان الله.